عموما خلونا نروح مع بعض أيضا إلى أخبار اليوم. ومن الأخبار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي ضبط القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفا لنظام البيئة في منطقة الرياض لحيازته 3 أسود مهددة بالانقراض. وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيانها أمس أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية وإحالته إلى النيابة العامة، ومؤكدة بأن عقوبة هذه المخالفة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.